أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبة بلاده في التعاون مع مصر بقيادة الرئيس السيسي للمضي قدما في مسار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وخلال مباحثاته مع نظيره الفلسطيني قال ماكرون أنه طلب من السلطات الإسرائيلية إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة. الحماية الإنسانية هذا ما ندينا به هذا الصباح، وهذا ما طلبته من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وشعرت أن هناك نوع من القبول من جانبه لإعادة الكهرباء للمستشفيات في غزة، وكذلك لضمان وتأمين مرور القوافل الإنسانية. وبطبيعة الحال نحن نريد المضي قدما في هذا الموضوع مع سيادة الرئيس السيسي الذي يقوم بدور متميز، ومع السلطات الإسرائيلية لإيصال المساعدة لحماية الضعفاء و لدعم المدنيين الفلسطينيين.